اما المفرد المؤنث المفرد المؤنث لو فيمينان هناك بعض الادوات يعني الادوات او صفات الملكيه لي هي ما تا سا اذا لاحظوا في المذكر المفرد قلنا مو طون سون الان في المؤنث المفرد ما تا سا مثلا اذا اردت ان اخذ مثال ما تروس ما تروس ط تروس سا تروس اذا ما تروس مقلمتي تدخس مقلمتك أو مقلمتك ستخس مقلمته أو مقلمته أو مقلمته أو مقلمتها داكوغ إذا يعني أن الكلمة أو الاسم إذا كان مسبوقا بما ط أو ص فهذا يعني أن هذا الاسم هو مؤنث أما بالنسبة للجمع بنوعيه يعني المؤنث والمذكر فيكون مسبوقا إما بمي تي او سي داكوغ اليك الان بعض الاسماء المفردة نريد تحويلها الى الجمع مثلا مثلا اعطيكم لو لو سبور لو سبور هذه هذا هو هذا الاسم مبدوء ب لو اذا هو اسم مفرد مذكر لان قلنا هنا عندما تحدثنا عن المفرد المذكر قلنا يبدا ب لو او س اذا هذا مفرد مذكر اذا هذا هذا الاسم اذا اردت ان احوله الى الى الجمع كيف سيصبح اذا بكل بساطه ماذا سافعل فقط ساضيف له اس هنا ثم اس هنا سيصبح لي سبور لو سبور لي عادة في اللغة الفرنسية عندما نريد تحويل الاسم إلى الجمع نضيف له اس في نهاية المفرد ونجمع أيضا أداة المعرفة يعني أيضا أداة التعريف المصاحبة هي أيضا نضيف له لها اس داكوغ نأخذ مثال آخر مثلا لو غارسون الولد او الطفل لو الولد اذا اذا اردت ان احولها الى الجمع ماذا سافعل اداه التعريف سوف احولها ايضا الى الجمع سوف اضيف لها في الاخير اس لي غارصون اذا لجرسان ايضا لاحظوا اضفت لها اس للدلاله على الجمع كانت هنا مكتوبه بدون اس عند الجمع نضيف لها اس دكار. ناخذ مثالا اخر الان اسم مبدوء ب ان ان ليفر هذه اداه نكره ان ارتيكل ان ديفيني اداه نكره اذا اردت ان استبدلها او احولها الى الجمع ان كيف تصبح هنا لا نضيف لها اس بل ان تصبح دي اذا في المفرد المذكر نكتب ان في المفرد المؤنث قلنا لاحظوا قلنا نكتب اون في المفرد المذكر ان في المفرد المؤنث اون في الجمع نكتب دي اذا سوف نكتب دي ليفغ ونضيف لها في الاخير اس التي تدل على الجمع دي ليفغ ناخذ الان كلمه مؤنثه مثلا ما كارت مؤنث مفرد ما كارت اذا اردت ان احولها الى الجمع اذا ماذا ستصبح لاحظوا اننا عند التحويل الى الجمع الاداه تحول الى الجمع والاسم ايضا يحول الى الجمع يعني لا نقتصر فقط على الاسم بل حتى الاداه المرافقه له هي ايضا يجب ان تحول الى الجمع اذا ما تصبح مي ثم كارت نضيف لها في الاخير ما ma بطاقتي ما كارت هنا يعني أصبحت في الجمع حولتها إلى الجمع نأخذ مثال آخر هذه المرة يبدأ ب اسم إشارة أدجكتيف ديمونستراتيف سو كليون هذا الزبون سو كليون اذا سو كليون اذا اردت ان احولها احول هذه هذا الاسم الى جمع الى بلوريال اذا كيف سيصبح سو ستصبح س وكليون سوف نضيف لها في الاخير اس وسنقرا سي كليون هؤلاء الزبناء لاحظوا اننا لا ننطق اس الاخيره لا نقول لي كليونس اذا لو اس في في الاخير يعني لا تنطق هي فقط تدل على الجمع ناخذ مثلا مثال اخر ست هذه المره يعني مؤنث ست فوتو هذه الصوره ست فوتو هذه الصوره إذا أردت أن أحولها إلى الجمع إذا كيف سأقول ست تصبح هي أيضا سي لأن قلنا في في الجمع لا نفرق بين جمع مذكر وجمع مؤنث هي لهما معا إذا سي ثم أكتب فوتو وأضيف لها في الأخير اس التي تدل على الجمع سي فوتو ناخذ مثلا مثال اخر يعني الامثله هي توضح بشكل اكثر مثلا اذا قلت مون امي مونامي يعني صديقي مونامي اذا واردت ان احولها الى الجمع لابد ان نحول الاداه والاسم في نفس الوقت يعني مون تصبح مي وامي نضيف لها إس في الأخير فنقول مي زامي داكوغ الآن إذا وقع الإسم فاعلا في الجملة أي في أولها فإنه يمكن إستبداله بالضمائر